هنأ عدد من قادة ورموز مؤسسات الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية. أكد المهنئون أن أداء الرئيس لليمين الدستورية أمام البرلمان يعد بمثابة تدشين رسمي للجمهورية الجديدة، كما أن خطابه أمام النواب بمثابة خارطة طريق لكافة تحديات هذه الجمهورية والتي أرسى قواعدها.